السلام عليكم اخواتي الغاليات متتبعاتي الوفيات، اشخباركم؟ نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم تحليات التيراميسو، تحليه اللي كتجي لذيذه وخفيفه خاصه فصل الصيف، كتناول بارده وكتجي بنينه هكا. فتابعوا معايا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاجوا هاد البسكوي لي بودوار، هادو هاد لي بودوار اللي متوفرين في المحلات وحتى في الاسواق هكا لي مغازا. كاين انواع كثيره، مهم تشوفوا النوع نتوما اللي كيكون متوفر خذوه. هادو لي بودوار، والكميه كتبقى على حسب الصينيه اللي غادي تخدموا فيها وعدد الطبقات اللي راكم باغيين ديروا. غادي نحتاجوا الكريمه السائله او كريمه الخفق، انا استعملت هذه اللي يقولوا لها ماجيك. غادي نحتاجوا سكر ديال الفانيليا، وغادي ندير كذلك بالنسبه للفرماج او الجبن. هي نورمالمون التيراميسو انا موالفه نخدمه بالماسكاربون، ما لقيتش الماسكاربون عوضته بجبن الكيري. اما ديروا الماسكاربون اما ديروا فيلادلفيا، المهم شي جبن طري اللي يكون يعني ناقص في الملوحه. وغادي نعوضه بكيري، غادي ندير 10 ديال القطع نتاع جبن الكيري. اتفقنا؟ صافي، هادو هما المكونات نتاع التيراميسو. اول حاجه انا استعملت هنا لتر ديال الكريمه السائله اللي خليتها بردت مزيان باش دغيا تطلع لكم. زدت عليها زوج اكياس ديال الفانيليا، وزدت عليها واحد 3 ديال المعالق ديال السكر. غادي نضربهم مع بعضياتهم مزيان حتى كتقرب تطلع لي الكريمه، عاد غادي نحيد الباتور عليهم. ممكن تعوضوا الكريمه السائله بالبودره ديال الشونتيي مع الحليب، ضربوها وضيفوها عادي. وهنايا ملي طلعت شويه الكريمه حتى قربت غادي تطلع مزيان، ريط وضفت عليها هذاك جبن الكيري، ولا كتضيفوا 250 غرام ديال الجبن الماسكاربون ولا 250 غرام ديال الجبن واحد اخر، مهم يكون هكا الجبن. صافي، كنضيف انا هاد 10 ديال القطع نتاع الجبن نتاع الكيري، وغادي نولي نكمل التضراب هكا مزيان حتى كتوقف لنا الكريمه ويولي القوام ديالها تقيل. غادي تشوفوا كيفاش غادي يولي القوام ديالها. هي تحليه بسيطه جدا كما شفتوا، فيهاش مكونات كثيره، مكونات اللي ما مالفينش نستعملوهم بزاف، ولكن مره هكا تفرحوا وليداتكم بهاد التحليات هادو. كما شفتوا شوفوا الكريمه كيفاش رجعت، ها هي تقالت مابقاتش سائله. صافي، غادي نحيدوها نديروها في صافي نحيدوها على جانب باش نستعملوها. درك البنات كتاخذوا واحد الزلافه، هنايا درت فيها تقريبا كاس ديال الماء، وزدت عليها جوج نتاع النسكافيه، تقريبا جوج معالق كبار ديال النسكافيه يعني قهوه سريعه الذوبان، خويتهم في هذاك الماء وغادي ندوبهم مزيان فيه. ممكن تعوضوا القهوه بالحليب، يعني ديروا غير الحليب وصافي. هاد القهوه علاش غادي نغمسوا فيها هادوك لي بودوار، عاد كنستعملوهم ضروري من هاد الخطوه. الا ما بغيتوش تغمسوهم في القهوه غمسوهم في الحليب السائل. هنا كتاخذوا البنات واحد الصينيه نتوما كما كانت دائريه مربعه، المهم نتوما تحكموا في الحجم. فانا غادي نستعمل هاد الصينيه الزجاجيه هذه. فاول طبقه غادي نديرها هي طبقه نتاع لي بودوار، من بعد ما كنغمسهم في القهوه بهذا الشكل هذا، عاد كنحطهم بهذه الطريقه هذه. تنكمل طبقه كامله، يعني كتحاولوا تغطيو كاع ديك الطبقه مع الجوانب، واخا ما يقدوكمش كتقسموا لي بودوار ديالكم وتكملوا بهم. ملي درت الطبقه نتاع لي بودوار، وليت درت من فوقهم طبقه ديال الكريمه اللي وجدناها مع بعضياتنا، كريمه الجبن اللي وجدناها هكا كنديروا بها طبقه مزيانه بهذا الشكل هذا. عاوتاني من الفوق نتاع الكريمه كنديروا طبقه نتاع لي بودوار بنفس الطريقه. هنا كما قلت لكم نتوما كتحكموا في عدد الطبقات، تقدروا ديروا غير جوج طبقات، تقدروا ديروا انا غادي ندير 3 ديال الطبقات. هادشي كيبقى على حسب نتوما الكميه اللي عندكم نتاع البسكوي ونتاع الكريمه. فكما شفتوا وليت درت الطبقه نتاع لي بودوار، ومن بعد عاود زدت الطبقه نتاع الكريمه، وغادي نزيد الطبقه الثالثه والاخيره ديال لي بودوار بهذا الشكل هذا. ندير عاوتاني طبقه كامله، واخر طبقه اللي كتبقى بالفوق هي الطبقه ديال الكريمه، هي الطبقه الاخيره. كما شفتوا درنا 3 ديال الطبقات نتاع لي بودوار، ما بين كل وحده درنا الكريمه. هي تحليه معروفه تاع التيراميسو، معروفه بزاف.
وانا حاولت نوريها لكم بطريقتي يعني مبسطه. كندخلوها المجمده البنات هي اكيد كتقدم بارده بزاف، ملي كتخرجوها كتزينوها كما بغيتو نتوما. انا درت لها الطريقه خفيفه هكا، تقدروا تغبروها نتوما غير بالكاكاو هكا من الفوق. انا كما شفتوا درت لها معلقه وفرشيطه هكا، ومن بعد بديت خديت الصفايه. اما ديروا فيها الكاكاو اما ديروا، انا استعملت الشوكولا ديال الحليب. كتغبروها هكا مزيان مزيان بديك الصفايه، ومن بعد حيدت هذوك المغارف اللي درت، وكتحصلوا هكا على شكيل زويون هكا، حاجه بسيطه فقط. وتقدروا نتوما ديروها عاديه سامبل، صافي كتخليوها تبرد مزيان. اكيد خصها تقدم بارده بزاف بزاف، يعني تقريبا جامده، باش هكا كتنتكل التيراميسو باش كتجيكم زوينه وبنينه، وخاصه في هذه الحراره. صافي ها هي التيراميسو ديالي جاهزه، وكتقطعوها هكا قطع نتوما على حسب الحجم اللي بغيتو. كتقدموها في الطبيسيات عفوا، تكونوا قصارين هكا في الليل، ولا ديروها في الكوتي ولا اللي بغيتو. فنحيدو مورسو باش نشوفو كيفاش كيجي من الداخل. وها هي التيراميسو ديالنا، هي على الاقل البنات خصها واحد 4 ديال السوايع عاد كتقدموها، يعني 4 ديال السوايع تقدموها باش داك البيسكوي كيشرب ديك الكريمه وما كيبقاش قاسح كيطرى. فنتمنى تعجبكم ان شاء الله هاد التحليه بالطريقه ديالي. الا عجبتكم خليو لي شي لايك، بارطاجيو الفيديو، وما تنساونيش في تعليقاتكم وكلامكم الطيب اللي نشكركم بزاف عليه.